شكرا للزميل محمد حكيم، وشكرا ايضا لجمعيه الاورمان. ومعايا على التليفون اللواء ممدوح شعبان، مدير جمعيه الاورمان. مساء الخير يا فندم. مساء الخير حضرتك يا فندم، مساء الخير بكل مصر. اهلا بحضرتك. طيبه باذن الله، وكل مصر مبصره ان شاء الله، مبصره يا رب. اي حاجه بالنسبه للعيون ان شاء الله يا رب. احنا طبعا بنشكركم جدا، وسمعنا في التقرير انه الحمله هتلف كل محافظات مصر. هي حملة دي مبادرة يا فندم لجميع محافظات مصر بالتعاون مع صندوق تحيا مصر، صندوق المصريين كله. نعم. هتلف كل مصر، كل القرى، كل المراكز، وان شاء رب العالمين بنكشف على كل حوالي 600. بعد هذا الكشف تتم عمليات العيون، ميه زرقاء، ميه بيضاء. أيوه. او قرنيه، اي مكان هذه العمليات بتتم يا فندم فورا ومجانا 100% لجميع المحافظات. حضرتك في كفر الشيخ عالجتوا كم حاله؟ احنا لغايه دلوقتي يا فندم يمكن عاملين اكثر من 133 الف عمليه عيون. النهارده امبارح بس تم الكشف على 600 واحد، وتمت كل هذه الاعمال. بنكوب بياخد من عندنا تصريح يروح يعمل العمليه بتاعته ايا كانت في اي مستشفى. لو محتاج دواء يا استاذ ممدوح، حضرتك بتصرفوا له دواء ولا جراحات فقط؟ في هذه الاثناء تماما بيتم، اذا كان هو موجود فعلا بياخد الدواء الموجود مع القافله، اذا كان بعد كده بيعمل عمليه ومحتاج دواء بنصرفه له برضه بنفس التوقيت. سياده اللواء، الحمله فيها كام طبيب؟ الحمله دي بتكون من حوالي من 6 إلى 8 طبيب جميع التخصصات. نعم. وهي المهم الكشف ده بيبقى كشف عادي، بعد كده بيتم بقى على جميع مراكز العيون ومستشفيات العيون في انحاء مصر بالكامل هذه الاجراءات العمليات ايا كانت المحافظه، يعني محافظه كفر الشيخ، محافظه يعني في نفس التوقيت كان في محافظه الفيوم، في نفس التوقيت كان في محافظات وجه ابني بالكامل. يعني 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 اكتر من قافله طلعت في نفس التوقيت. نفس التوقيت يا فندم، كان في امبارح في كفر الشيخ وكان في الفيوم، وكل يوم في قافله عيون في اي محافظه. هل في خطه سياده اللواء لعلاج امراض اخرى عن طريق برضو القوافل الطبيه اللي هتلف المحافظات؟ فعلا يا فندم في خطه لعمليات القلب، ودي بقى ضخمه جدا. لعمليات الاطفال القلب يا فندم، القلب يعني العيون. في برضه في قوافل بتروح بكل انحاء مصر عمليات القلب، وبنعمل عمليات القلب اي مكان، دعامات او قلب مفتوح او قسطره، بيتم كله ده يا فندم عن طريق برضه المراكز الطبيه بالتنسيق مع وزاره الصحه، وبالتنسيق على فكره فندم مع جميع المستشفيات الجامعيه في انحاء مصر بالكامل. والله يعني بجد سياده اللواء جزاكم الله كل خير، وده مش جديد على جمعيه الاورمان، هي بتساعد حالات كتير. بنشكر حضرتك. بشكر اللواء ممدوح شعبان مدير جمعيه الاورمان، وجزاكم الله كل خير. يا رب تعالجوا امراض كتيره ان شاء الله.